هاي ريكورد. اه يلا تفضلي مهندس. طيب شباب صبايا يعطيكم العافيه. اليوم بدنا ناخذ تطبيق عملي لماده الروبوتكس انت بتاخذها مع دكتور لطفي. عندنا هذا الروبوت هو من شركه فيدباك شركه بريطانيه اسم الروبوت مونيتور. حيكون معنا سوفت وير اسمه ولي هو بيجي معكم نفس هذا الروبوتكس انه كيف تتحكم فيه. هلا مبدئيا بنتعرف على الثيتا اللي بنحكي عنها جوا الروبوت. فعنا اول شيء اول ثيتا هي الويست ثيتا هي هيها. هاي اللي انتم سميتوها ثيتا 1 اه هيها الويست. الويست اللي تحت القاعده اه. معظم الشركات بسموها ويست W A I S T. هون ثيتا ثيتا 1. الثيتا الثانية اللي هي الشولدر. دي هاي اللي هون اه. زاوية اللي هون. اللي هي ايش احنا سميناها؟ ثيتا 2 وهي زد 2، زد 2 صار عمودي على زد 1. بعدين عندنا الالبو. لاحظي شايفين الشيفت في الاوفست في الاوفست هون وفي اوفست هون ففي اوفست اللي هو بصير دي along z اه. هذا البو. انا بعدين الويست او مش الويست كثير بالك هاوس الكليبر طبعا الكليبر بلف حوالين الباس تبعه بلف حوالين نفسه يعني زي فكره الايد يعني هذا كانه عندنا في 2 ديجريز اوف فريدم كانوا هذول ثيتا 4 وثيتا 5 اوكي او ثيتا بيشبهوا ثيتا 5 وثيتا 6 مش ثيتا 4 فكانه ثيتا 5 هيك وثيتا 6 هيك بهذا الشكل هو 5 ديجريز اوف فريدم الجريبر ما بنعتبره ديجري اوف فريدم لانه هو يا اما اون يا اما اوف اوكي عارف الكل عارف شو الجريبر اللي بيمسك الاوبجكت لما يمسك الاوبجكت هلا الفكره في هاي التجربه انه انا عندي هاي الورك بيس هاي الورك بيس موجوده حاليا هون بدي الروبوت يجي الباث تبعه يجي ياخذ الورك بيس بعدين ينقلها على الكونفير بيلت اوكي هلا في عندنا باث يعني في عندنا اكس واي وزد الثيتا مجهول عندي فكاني شو المفروض اعمل انفرس كايماتكس بس نحن عندنا المشكله ما بدنا نبرش معادلات بالطريقه عمليه بدنا نحاول نحرك روبوتكس عند النقطه الاولى وناخذ الثيتا تبعينها بعدين ننتقلها على النقطه الثانيه على الباث تبعي واخذ الثيتا الثالثه النقطه الثالثه النقطه الرابعه النقطه الخامسه بعدين بجمع النقاط كلها فبطلع معي الباث المفروض يمشي فيه الروبوت اوكي فحبلش انا بدي اروح اجيب الروبوت لهي النقطه مشان اخذ الورك بيس تبعتي واضح جدا المفروض انا احرك الوسط صح هلا في كثير من الصناعه هيك بيعملوا كثير من الفنيين مش ضروري يشتغل فورورد كينماتكس وتراجكتور بلاننج وباث بلاننج بصير يحركه هو مانيولي لحد ما يجيب البوزيشن اللي بده اياه وبسجل بخزن ورد بحركه للمكان الثاني وبخزن فبخزن كل المواقع هاي بالسوفت وير زي ما راح تعمل هلا المهندس شايف هاي تقريبا هاي الويست هلا بتغير الشولدر طبعا انا ما بحاول اغير زاويه كبيره بخفف خط اثناء تحريكي باي شيء حواليه فبحاول دائما اعطيه زوايا صغيره المهندسة على السكرين عندها مجموعة سلايدرز، عارفين شو السلايدر؟ لكل زاوية من زوايا سلايدر زي اللي بتكون على زي كأنها بوتنشيوميتر كبير لينير بوتنشيوميتر، فلما تحركه بتتحرك معها الزاوية. وببين رقم مش هيك؟ يس اه ببين الزاوية اللي بتحرك عليها. انزل قلبه شوي. كثير هيك. لازم تبوظ الشولدر كل شوي الشولدر خمس يمين خمس يمين شوي والويست كمان بده شوي لا هلا هون عم مانيوال اه هلا لو انت بدك تعملها بالطرق اللي انتم تعلمتوها ممكن نعمل تراجكتوري تمام ايش هلا نزله ايوه بالضبط انت بتعمل بتدخل كل الفورورد كينماتكس هلا لو انتم بدكم تعملوه بالطريقه الفورمال بنجيب النقطه والاورينتيشن اللي بدنا اياها
وبعدين بنصير نعمل تراجكتوري بلانينج عشان بنضرب في اشياء وبنصير نخليه يتحرك على كل النقاط هاي. الشولدر بصير تراجكت. هلا انت سي تراج ما بتقدرش لانه قدامك بدك خط مستقيم. كيف نطلع؟ ممكن انت بدك حتى تتجنب قطعه القلبه شوي 60 باص. بدك تعملهم هذول قطع صغيره 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 وبعدين تصير يتحرك من بوزيشن لبوزيشن. ينزل 5 60 خليه 60. ايوه هيك تمام. هيك تمام. هلا اعطيه سكر الجريبر. هلا راح يسكر الجريبر. هاي النقطه الاولى طبعا. شايفين هناك عندكم هي مبينه دكتور الجريبر. هذا الجريبر بس بيكون زي زنبرك بيفتحه وكيبل بيشده. عارف الكيبل زي كيبل البسكليت تبع البريك البسكليت بدش الفوسكا. هاي صار لنا نقطتين. النقطه الاولى ودينا على الباث كان الجريبر مفتوح. النقطه الثانيه بس سكرنا الجريبر. هلا بدي ارفع فبدي اجي على النقطه الثالثه. اذا خلص فوق لما يحس ايش بدي اغير. بدي ارفع قلبه ينكسر الشولدر. قلبه مش الشولدر. قلبه ولا الشولدر؟ قلبه والشولدر مش حتفرق. بعدين الشولدر بس الماكسيمم ديجري تبعه مش عارف. هلا بنشوف مهندس. هلا بتشوف ان الماكسيمم بلس ماينس ديجري. هلا الويست لا لا انت بتخزني بس النقاط اللي وقفتي عليها. يس. هلا المهندس ما بتخزن المسار، بتوقف على نقطه معينه مثلا بتشوفها مناسبه وبتخزنها، بترد توقف على كمان نقطة بتخزنها. فبصير الروبوت يتحرك بين من تي 1 لتي 2 من تي 2 لتي 3. كل فاهم شو التي راح تكون هون؟ بوزيشن اورينتيشن. كان كويس. والله بعدين اجي افتح الكبر. ادت انسرت الكبر لازم يكون اوبن. سوبر. بعدين برجع ادت ارفع لفوق. ايش بدي ارفع؟ بدي ارفع الشولدر. ايوه بتكون زي اخذته بالماشين زي كم نقطة طلعوا معك التوتال اللي خسرتوا؟ هلا انا 8. كل ما عجلت كل ما جمعنا نقط اكثر بصير السموث بيحرك. اذا لاحظوا هون اللي عملته المهندسه كانها اخذت بيس وايز تراجكتوري بلانينج. اخذت نقطة الاولى اللي عند الجريبر اللي ما اخذها، هاي سميناها تي 1 مثلا، رفعت شوي مثلا سمتها تي 2 تي 3. بينهم ما بنعرف شو بصير. هلا هو بس الروبوت بحركها من تي 1 لتي 2 بعدين من تي 2 لتي 3 8 كامله. طيب دكتور ما يمكن احنا نحرك الروبوت وناخذ النقاط منه القراءه بدون يعني نعطي ممكن. هلا بتشوف في شغله ثانيه بتفرجيك اياها المهندسه. القطعه الثانيه الصغيره اللي هناك موجوده اللي هي السيميليتر اللي موجوده هناك على على الديسك توب، هذيك ممكن اربطها يصير انت تحركها بايدك وهو ينسخ بالضبط الزوايا اللي تتحركت فيها. بس انتم ملاحظين عم بعيد السيكونس احنا حركناه لانه سيبنا الثيتا فهو حيضل يتحرك في الباث اللي انا اعطيته اياه، حيضل ريبيتد نفس الستبات اللي عملناها. هذا اللي بيصير في كثير من المصانع، بيجي المهندس او الفني بده سيكونس معين يصير، بحرك هذا السيكونس بخزنه بعدين بتركه يضل يعيد هذا السيكونس باستمرار. طبعا هو بده يشوف الهاي او بيستعمل السيميليتر هذا. والله صور السيميليتر يا او شوف هناك. هذا السيميليتر الصغير هو نسخة مصغرة عن الروبوت في نفس الزوايا بس طبعا هو سكيل داون فيرجن، هذا بنسميه سيميوليتر. فبدال ما الفني يقعد يحرك السلايدر زي ما حركت المهندسة من هناك ممكن يربط هذا بالروبوت، فيصير كل ما حرك زاوية على الروبوت يتحرك الروبوت الكبير وبعدين بخزن هذا السيكونس كله وبعدين بصير هو يضل يعيد نفس السيكونس اللي هناك. يعني مثلا هاي تحت هاي متحكم هيك في الويست، هيك متحكم بالشولدر، بتحكم في القلب وهدول الاثنين مش هتحكم في الجريبر. هو بلف حوالين نفسه بلف حوالين البات تبعه والجريبر اوريدي يا اوبن يا كلوز زي ما حكى الدكتور. فهذا يا انت بتشوف اسرع الفني يا بتعمل مع هذا يا بكون عند الروبوت بصير على خط الانتاج يمشي وياخذ ثيتا او بحل انفرس بطلع الثيتا اذا كان عنده البات. اي سؤال؟ هلا انتم لو بدكم مثلا جيتوا على هذا بامكانكم تدخلوا مثلا تقيسوا كل الديز مثلا والايز
اوكي والالفا واضحه لانها 90 درجه معظمهم هون بالحالات هاي 90 درجه او 0 ديجريز او 180 درجه بس الاشياء اللي بتغلبكم في القياس هون بدكم تقيسوا مثلا الاوفست اللي جاي مثلا على هذا الزد هون. لاحظوا هلا هون اذا بتطلع على هذا في عندنا هون اوفست جاي، هذا بيساعدني اتجنب السنجلاريتي. كمان حركي شوي هذا مهندسه. اذا بتطلع حوالين زد 2 في عندنا وزن الشولدر الشولدر ايوه هون شايفين المادة هاي اللي موجودة هون، هاي كلها بتعطيني وزن، بتخفف وزن على المحرك اللي موجود هون. هاي شايفين كيف بتتحرك من هون، هذا بعطيني وزن معاكس زي كاونتر ويتي. بعدين في عندنا الأوفست هذا بخفف السنجلاريتي، في الأوفست هذا كمان، هدول كلهم أوفست سميتهم لأنهم ألونج زد، فهذا ألونج زد 2 وهذا ألونج زد 3، فهدول أوفست بعطوني ديز الأوفست، والأوفست هذا بخفف من مشكلة اللي ممكن تكون سينجاريتي بعطيه مور مانيبيولابيليتي. بس هو هذا 5 degrees of freedom theta 1 theta 2 theta 3، واللي بيشبهوا اللي شفناه بالبوما 560 هم theta 5 و theta 6 اوكي، والجريبر ما بنعتبره degree freedom. معظم المحركات هون الفيدباك هون potentiometers عشان يكون أرخص، بس بالأغلب يكونوا shaft encoder، والمحركات احتمالها DC servo motors اللي موجودة هون. المحركات الكبيرة بتصير ستيبر موتور. في أسئلة هاي، في حد بحب يسأل أسئلة هاد؟ يلا أعطيكم العافية، شكرا مهندس، ما تنسوا تسجلوا أسماءكم بما تطلع.